السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي فانتاكتيك في كل مكان. اليوم حنعيش مع بعض رحلتي من الخرطوم للقاهرة ومن القاهرة للدوحة، وفي الست أيام اللي قضيتها في الدوحة في كل مكان زرته حنتكلم بالفيديو وحنوصف كل شيء حصل معي في الدوحة، مرورا بكل الاستعدادات اللي احنا زرناها وكمان الصحبة الحلوة اللي كانت معانا والنشاطات اللي احنا عملناها لغاية ما اجي راجع القاهرة ومن القاهرة للخرطوم. وقبل ما نبدأ الفلوج، الحمد لله أولا وأخيرا، كل شيء بنعمله هنا هو بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبالتأكيد الواحد ما بينسى دعمكم أنتوا دائما وأبدا، كل مشترك هنا في القناة داعم لاستمرار هذا المحتوى. وبالتأكيد بشكر اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتأكيد بالتعاون مع الفيفا على هذه الدعوة الجميلة والسبعة يوم اللي يمكن كانوا جميلين جدا جدا جدا. أترككم مع الفيديو، لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسى أنك تعمل لايك، ولو ما مشترك في القناة اشترك في القناة وخليك واحد من أسرتنا. رحلتنا حتبدأ من مطار الخرطوم الدولي إلى مطار القاهرة الدولي. الرحلة من الخرطوم للدوحة، لكن كان حظي انه يكون فيها كونكشن في مطار القاهرة الدولي. اتفرجت على حاجات كثيرة جدا جميلة جدا جدا، وانبهرت كثير بالاهتمام الموجود في مطار القاهرة الدولي. زمن إقلاع الطائرة من مطار القاهرة الدولي لمطار حمد الدولي جاء، وأنا طبعا طول الرحلة ما نمت بالمرة، وحتى ما متذكر إني مفروض أنوم في التوقيت ده تحديدا. في مطار حمد الدولي في الدوحة انبهرت بكل شيء. في المطار كانت الإجراءات سريعة وجميلة ومنظمة، وفي أقل زمن لقيت نفسي أنا خارج الصالة. طلعت من الصالة لقيت العربية منتظراني عشان توصلني لغاية الهوتيل. المسافة من مطار حمد الدولي لغاية الهوتيل كانت ممتعة لدرجة بعيدة. وصلت الهوتيل، منتجع كبير جدا جدا في قلب الدوحة، واحدة من أجمل وأمتع التجارب اللي أنا عشتها وعايشتها في الدوحة. وصلني إحساس الاحترام والتقدير من اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وصلت الغرفة بتاعتي وكانت في غاية الجمال، وتباينت القرارات ما بين اني اخذ جولة في الهوتيل لافضل انوم، لامشي اخذ الغداء، او حتى استكشف ما بداخل هذه الغرفة. بعد ما أخذت جولة استكشافية في المكان قلت أخذ دش ولازم أنوم. في الصباح أنا ما متعود أخذ الفطور بتاعي حوالي الساعة 7 صباحا، لكن اتكيفت سريع جدا وأخذت الفطور بتاعي وعلى طول انضممت للمجموعة. وبدأت أول جلسة لينا كانت جلسة تعارف بيننا وبين مسؤولين فريق التفاعل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث. تم الترحيب بكل قادة المشجعين من كل أنحاء العالم، وكمان أدونا البرنامج لأول يوم. ركبنا الباص وتوجهنا لأول محطة في الدوحة، كانت برج البدع.
وفي السكة استمتعنا كثير بالأغاني والأهازيج وكمان المناظر الرائعة والخلابة وكمان المعمار الحديث جدا جدا. وصلنا برج البدع ومن جوه شفنا فيه العجائب. تصورنا مع الكاس وكل أمل إن المنتخب السوداني يتقدم في البطولة. في القاعة دي اتعرفنا على حاجات كثيرة جدا جدا، منها شبكة المترو، الملاعب وتفاصيل تانية خاصة بالبطولة وخاصة بالفيفا وخاصة بأهم الأماكن الموجودة في الدوحة وفي قطر. انتهت تجربة برج البدع وشفنا فيه حاجات جميلة جدا جدا، وكمان الصحبة كانت حلوة جدا. وبعدها ركبنا الباص وتوجهنا لمنطقة كتارا. كل المجموعة من كل أنحاء العالم مستمتعة جدا جدا بالمناظر اللي بتشوفها، المعمار الجميل جدا جدا، التنظيم في كل شيء، وكمان الاهتمام والاحترام. الآن نحن في طريقنا لمطعم فخم جدا 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 في كتارا. أخذنا وجبة الغداء مع الأصدقاء من فلسطين وسوريا والمغرب والعراق وكمان دولة اليابان الشقيقة والحبايب من عمان. من كتارا اتحركنا على طول إلى استاد البيت، هو الملعب الذي ستقام عليه مباراة الافتتاح في بطولة عرب فيفا. وفي الطريق إلى استاد البيت مرينا على ملعب لوسيل، تحفة معمارية جميلة جدا جدا. وكانت أبرز ملاحظة من كل المجموعة إنه قرب الملاعب من بعضها وسهولة التنقل بينها في كأس العالم. تصميم ملعب البيت من الخارج هو مثال للخيمة البدوية القديمة في تراث قطر. تجربة جميلة جدا جدا، ما بين مظهر خارجي يدل على العراقة والتاريخ وما بين تصميم داخلي جميل جدا جدا. من الحاجات اللي عايشناها في استاد البيت بروفة حفل الافتتاح كاملا. وهنا بدينا برنامج يوم جديد متوجهين نحو المتحف القومي القطري. استمتعنا بتجربة المتحف بشكل خرافي وعرفنا تاريخ قطر منذ القدم إلى اليوم.
أمامكم كرت فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022. بعد جولة المتحف، المحطة القادمة هي سوق واقف، وللوصول إلى سوق واقف استغلينا المترو، وكانت تجربة في غاية السلاسة والجمال. التجربة كانت ممتعة جدا جدا، أكثر إمتاعا من الناقل الجوي الذي أتيت به. أول حاجة عملناها في سوق واقف كانت وجبة الغداء في مطعم سوري، أكله جميل لدرجة بعيدة، واستقبالهم كان في غاية الروعة والجمال. أخذنا جولة في سوق واقف وكانت تجربة جميلة جدا جدا. بعدها اتحركنا على طول بمركب شراعي متوجهين إلى قصر اللؤلؤة. وكانت الرحلة بالمركب وكل الشباب كانوا مستمتعين لدرجة بعيدة بالرحلة، وكمان بالمناظر الخلابة. وفي المركب اتناولنا الشاي والقهوة وكل ما لذ وطاب. في أحد أفخم مطاعم قصر اللؤلؤة اتناولنا العشاء مع مجموعة كبيرة من النجوم من سفراء قطر لكأس العالم 2022، وكانت تجربة جميلة لدرجة بعيدة، وكانوا ودودين وجميلين جدا في تعاملهم، ومتعاونين جدا جدا، حتى يحتفلوا مع كل قادة المشجعين مع كل من كل أنحاء العالم. أما بالنسبة لي أنا فكانت متعتي مختلفة في الحديث مع الكباتن، وكمان أخذ تصريحات صحفية خاصة بالمنتخب السوداني وتوجهه في البطولة، وكمان حظوظه حتى في التأهل للأدوار القادمة. في اليوم الثالث بعد الساعة 12 اتوجهنا إلى ملعب استاد خليفة الدولي، واستمتعنا بتجربة جميلة جدا جدا، ولعبنا كمان ماتش جميل جدا جدا. ولما جات اللحظة الحاسمة في من سيسدد ركلة الجزاء، تقدمت وبكل ثبات أحرزت الهدف واحتفلنا جميعا. وجات قناة الام بي سي، برنامج مصطفى الآغا، صدى الملاعب، صور معانا، وكان لقاء جميل لدرجة بعيدة. وكنت متحمس جدا جدا، ووصلت حتى بالتوقعات اننا حنكسب المنتخب الجزائري ونكسب المنتخب المصري ونتعادل مع لبنان. بالتأكيد كانت مزحة ليس إلا. اليوم الرابع كان فيه افتتاح البطولة، كان بين قطر والبحرين، مشينا واستمتعنا بتجربة جميلة لدرجة بعيدة. وبالتأكيد المباراة كانت سجال بين الفريقين مع أفضلية نسبية لقطر، لكن البحرين كانت تستحق أيضا نقطة التعادل. في اليوم الخامس طلعنا في رحلة سفاري لمنطقة سيلين. سيلين منطقة رملية على البحر، فيها شاطئ جميل جدا جدا،
استمتعنا بالرحلة واستمتعنا كمان بالصحبة واستمتعنا بالمناظر الخلابة والأهم كمان الأنشطة اللي كانت جميلة جدا جدا. وصلنا للمخيم وكل حاجة لقيناها جاهزة. المنظر كان حلو لدرجة بعيدة بصحبة جميلة جدا، ومنظر الرمال ومنظر البحر وكمان منظر السماء. Sudanese people, yaar, what should I tell you, man? Amazing landscape, amazing people, amazing fan leader here from Sudan. Thank you, bro. All the best for Arab Cup. Thank you. Hopefully we'll cross route soon. Thank you so much. أخذت جانب من الجروب واسترخيت، وكان المنظر جميل جدا جدا، يدعو للتأمل وكمان الاستمتاع. رجعت من الرحلة وكنت موجود في الهوتيل وكنت بجهز حاجاتي عشان بكرة بإذن الله تعالى حتوجه نحو الخرطوم، لكن فاجأوني أخواني ودفعتي محمد صلاح ومصطفى أحمد الشيخ
وأبو عبيدة نايل بأنهم عازميني على مطعم تركي بيعمل مشاوي جميلة جدا جدا. وكانت عزومة جميلة جدا جدا. الأهم أني قابلت الشباب واستمتعت بونسة جميلة جدا واستصحبنا فيها ذكريات الماضي وإن شاء الله تعود. اليوم آخر يوم لنا هنا في الدوحة بإذن الله تعالى. صراحة كانت رحلة جميلة جدا 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 جدا, انبسطنا فيها كثير مع وفود من كل أنحاء العالم. الواحد حس نفسه فعلا يعني أخذ شوية استجمام كده ظريف جدا. زار أهم وأبرز الملاعب اللي الناس حتتكلم عنها في الفترة الأخيرة كثير, ملاعب كأس العالم. انبسطت جدا جدا, عرفت تعرفت على ناس جديدين, عرفت البلد كمان, عرفت التطور اللي هم فيه. وإن شاء الله كده يا أخي شوفكم على خير بإذن الله تعالى. شكرا. في الرحلة دي تعرفت على شباب من كل أنحاء العالم, جمعنا حبنا لكرة القدم على أرض قطر. ومنذ أن حططنا الرحال في قطر وجدنا الاهتمام والاحترام والتقدير. وفي هذه السانحة نشكر اللجنة العليا للمشاريع والإرث, وكمان نشكر فريق تفاعل مع المشجعين. وصلت مطار حمد الدولي في طريقي للقاهرة, وبعد ما خلصت الإجراءات كان في وقت كافي إني أخذ لفة في مطار حمد الدولي. وهنا كانت صالة الانتظار منها إلى الطائرة. وصلنا مطار القاهرة الدولي حوالي الساعة 5 مساء. أقلعت الطائرة متوجهة نحو مطار الخرطوم الدولي في منتصف الليل. وصلنا مطار الخرطوم الدولي في 3 صباحا. وبكده نكون وصلنا لختام الفلوج اللي ما حيكون آخر واحد بإذن الله تعالى, حتى توالى الفلوجات وكان داخل أو حتى خارج السودان.